بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مرتدى شرفت له مشايخ علوم صوح حضرتي أربيضة مركز الدار العلوم دمانتينا سودة وادة حانيكو سلامي ما ركتي كلمة دي سلامتي إسلام كسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أنت بحان سكون لماني كولا كان وكولا قيمة بضا ومجلس من مجالس الخير حانقنا هاي دار العلوم خير فرب بضا وكسعض ومركز غني عن التعريف تحت رئاسة الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن ورلير حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. مركز كسان أغنى حوكا وينها قيرا بضن قسم القرآن وقرآن كالوحي في ياجرتا قسم حفظ المتون وسي مباشر وطوس ووحيرا مسجد النبي الشريف أياجرا قسم يحاجر حلقات علمية أو متونتها كلا دون فنيها كلا دون حديث كفقه كأصول كمصطلحة يكوا كلا كدوا بمعرفة الجوا خستو أو ضد بدن علماء دعانا كافلحين والحمد لله رب العالمين. قيد حاجر تا مدرسة ابتدائية وهبين كلا آخريه أو بدن يرب بدن يمعرفة طلاب بدن كحرم إن شاء الله تعالى مردونا وصعرضنا دونا بإذن الله تعالى. ما أنت محنوف لنا قيبت معهدك اللغة العربية لغة برناي وما أردت مردو بلاوتي إن حفلة كواد التخريجين ته إمام مسنت تذكي بوي ينسكوني ماني مركا بإذن الله تعالى هذا كمسي بذناي والله هذي دونا إن شاء الله تعالى إنت عن شيء دمان محان سودة ويني مارتي الشيخ عبد الرزاق عبد الله محمد أو آيات من القرآن الكريم ما وفر فوري بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك
ذلك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. جزاك الله خير الله عبد الرساق عبد الله محمد وما تسنيهي قرآنك ولدي يستوى أقرأ وسيلة لتنزال الرحمة وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إله سبحانه وتعالى إذا حسن لكي سنة نغن حريستو مجلس كينا مارتين حريسة كسو تجيو حان وحيا كلمة ترحيب ونسيدينو الطالب عبد الرحمن محمد حسين فليت فضل مشكورا شا عبد الرحمن الحمد لله من دخل البلقاء في البوادي ومودع اللسان أمسن النسم الهوادي ومخصص عروق القيسوم وقد القصيم بما لم ينمه العبر والجادي ومفيض الأيادي بالروائح والقوادي للمجتدي والجادي وناقع قلة الصوادي بالأهادي بالثوادي ودافع معرة العوادي بالكرم المنادي ومجري الأوداء من عين العطاء لكل صادي باعث النبي الهادي مفحما باللسان الضادي كل مضادي مفخما لا تشينه الهجنة واللكنة والضوادي محمد خير من حضر النوادي وأفصح من ركب الخوادي وأبلغ من حلب العوادي بسق دوحة رسالته فظهرت على شوك الكوادي واستأسدت رياض نبوته فعيت في المآسد الليوس العوادي صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه النجوم الدادي وبدور القوادي ما لاح الحمام شادي وساح بأنقام حادي ورشفت الطفاة رباب قل من كذام الجل والجادي أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مركز رادار العلوم يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم يا مرحبا ذات تقدير وإسراف وإن تكن مرحبا إكثارها صرف فليس إكثارها فيكم بإسراف عليكم يا أحبتنا السلام وأدحفكم برحمته السلام وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام نردفه بترحيب وتهليل وتقدير بهذه الوجوه المشرقة
التي أنارت المكان وأسعدت أهل المكان. تحية نقدمها باسم مركزنا دار العلوم، نزلت عند أهل وقربه وهلت بمجالسكم ربا. أيها الحفل الكريم، نيابة عن زملائي أتقدم باسم آيات الترحيب بكم، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا أيها الضيوف الأكارم، ضيفا ضيفا، وأهلا وسهلا بكم ألفا ألفا، وحي هلا بكم. أهلا وسهلا نكررها ما دام الضيف باقيا، وإني لبغض الضيف ما دام ثاويا، أسخره نفسي وجهدي وماليا. ضيوف الأعزاء، علينا لحضور حفل التخريج الذين جاءوا من كل فج عميق. بداية نرحب للجميع من شيوخ القبائل ووجهاء ودعاة ومشايخ ورجال فكر وأدب، بأجمل باقات الورد والياسمين نستقبلكم، وأجمل عبارات الترحيب نهديكم. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة مقعدا، وسدد الله خداكم ما دمتم إلى سبيل مرضات الله مراحكم ومقداكم. حلت الطيور تقرد لنا بقدومكم عذة، تطرب مسامعنا بكل الاحترام وباقات الورد نستقبلكم. تعابيرنا كلها تعبر عن مدى فرحنا وسرورنا بانضمامكم لنا، هي أيدينا نمدها إليكم بالترحيب آملين أن تسعدوا بصحبتنا. أتيتم لنا لنهديكم مزاهير وريحانا، بالألحان نسوق لكم فنون شعر ألوانا، بالألحان نسوق لكم فنون شعر ألوانا. أريج فاحا من أبق يزيد القلب سلوانا، يهز الوجد من طرب ويؤذي النفس إيمانا. مرحبا بكم مع كل شروق الشمس وغروبها، مرحبا بكم عدد نجوم السماء وجمالها، مرحبا بكم عند سقوط قدرات الندى الورد وأزهارها. أهلا وسهلا بالذين أحبهم، أهلا بقوم الصالحين ذوي التقى، أهلا وسهلا ضيفنا، أهلا أضعتم حفلنا، أهلا وسهلا إننا لقياكم أمل لنا، أهلا وسهلا إننا في مركزنا دار العلوم ملتقانا. حلت أنواركم أنتم بين أهلكم، قد نزلتم داركم، أشرق النور وبان مرحبا بمن أتانا. أيها الزائرون، أهلا بكم في القلب مكانا، قدمتم أهلا وبيتم سهلا، يسعدنا أن نرحبكم بأجمل ترحيب وباقات الورد والياسمين. أهلا وسهلا أيها الضيوف الأكارم، ضيفا ضيفا، أيها أهلا وسهلا أيها الضيوف الأكارم، ضيفا ضيفا، قدمتم أهلا ووديتم سهلا، يسعدنا أن نرحبكم ونشكركم على انضمامكم بين إخوانكم وأخواتكم. تضيء السماء الأمل فرحة لوجودكم، تضيء السماء الأمل فرحة لوجودكم، إنه ليشرفنا أن نكرمكم ونحفز تلك السواعد الفتية التي ساهمت في إنجاز أنشدة المركز رؤساء ومرؤوسين. ولسان حالنا يقول: لو كان يهدي إلى الإنسان قيمته لهديت لكم الدنيا وما فيها. أهلا وسهلا إننا لغياكم أمل لنا، كنا نردد يا ترى نسعد من مرآكم هنا، حلم تراها حقيقة يا ضيفنا الخالدنا. ونشكر أيضا لأستاذنا ومديرنا الذي كان سببا لتعليمنا وتهذيبنا، فشرفا للمدح أن يكون أستاذنا وليس بمرئ جديد عنكم، ولكن الذي كنتم تعرفونه كان أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم أبحارا. نقول لك يا أستاذنا، أطال الله عمرك بالإيمان، وألبسك الله حلل الرضا والغفران، وجعل الله مأواك في الجنان. قم في فن الدنيا وحي المعهد، مضع قصيدتي جمع الهداية، قد شرفت منازلا قدر المنازل عن صلاها نازل، كم سرت فيها نحو ربعك منشدا، لك يا منازل في القلوب منازل، ختم ولا ختام للنجاح، كان ذلك نموذجا مبسطا لما أودعناه لكم من الحب والاحترام والترحيب والإكرام. ولا نقول وداعا ولكن نقول إلى لقاء متجدد كل عام، ولكن نقول إلى لقاء متجدد كل عام، ولكم سلام عابر كما بدأناه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا الطالب عبد الرحمن محمد حسين، كلمة قيمة بلن حاملاني طيوفتين مركب اسفع مسودة بلين تلك الثناء. حين وحي إن شاء الله الطالب برخط لعثمان ونصر بندق دون كلمة ير وكسابسا نحمية المحد كيف استفادة طلاب منهم. برخط لعثمان.
الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، بعث رسوله بالحق للعالمين، وأوحى إليه القرآن بلسان عربي مبين، وقيد للعربية عبادا عاملين، آتاهم العلم ورزقهم الإخلاص فقاموا عليها رعاة وحفظة يفننون لها الأعمار ويملؤون بها الأسفار. أما بعد، فيا أيها السادة والسادات، استلموا مني تحية معطرة بالود والاحترام، تحية أرق من النسيم وأحلى من العسل، تحية أهل السماء وأهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد هذه التحية، اسمحوا لي أن ألقي عليكم كلمة موجزة عن مناقب هذه المعهد، عن مناقب هذا المعهد الذي قل نذيره في تعليم لغة الضاد التي فضلها الله على لغات الناس أجمعين وأنزل بها كتابه المبين. فهنيئا لأهل جارسة بمعهد دار العلوم، أخو القمرين وتوأم الكواكب والنجوم، فقد جاءنا كالمطر المدرار، فقد جاءنا كالمطر المدرار بعد طول القحط والانتظار، فنفض عن هذه المدينة الغبار، وأنار لراغبي هذه اللغة المسار. فشكرا لمن أسس هذا السرح العظيم ورسم له هذا النهج القويم، وشكرا لمن ساهم في استمراره وتوهج أنواره وتدفق أنهاره، وهنيئا لكل من نهل من مائه النقي ومن تخلف عنه فذاك هو الخاسر. ألا يا طالبا أدبا وعلما هديت اذهب إلى دار العلوم، لتصبح في البلاءة كل حبر وفي التعبير والنطق السليم، كذاك النحو والتصريف أيضا وتتقنها هنا شتى العلوم. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير، أحسنت ووجزت وكلمة قيمة بضن. أحنا ربنا مرتين ويرنا موسى أحمد عبد الله وسيوانا كلمة قوابان كجيرين دونه أهمية اللغة العربية. الأخ موسى أحمد عبد الله وجيرين دونه كلمة قوابان وكسابسا أهمية اللغة العربية برشادنا. بسم الله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أفصح العرب لسانا وأبلغهم بيانا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن اللغة العربية هي أفضل اللغات وأشرفها، لأنها لغة القرآن والسنة، هي شعار الدين ووعاؤه. فالقرآن لا يقرأ كما أنزله الله تعالى إلا بالعربية، ولا يتعبد بتلاوته إلا بها، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال جل وعلا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. والعربية هي لغة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى.
وللغة العربية أهمية من شرائع الإسلام، ولذلك كان سلف صالح رضوان الله عليهم أجمعين يعترون بالعربية ويعاقبون صبيانهم على اللحن ويثيبونهم على الفصاحة والبيان. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة إن اللغة العربية عباد الله هي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا ولها مكانتها العظمى في هذا الدين. تلكم اللغة العربية هي التي عرف علماؤنا أهميتها من الشرائع الإسلامي، فقاموا رحمهم الله بجمع مفرداتها من أصحاب البادية من بطون الأودية، وقاموا رحمهم الله بوضع قواعد للمحافظة عليها من اللحن. أما اليوم فقد أعرض الناس عن اللغة العربية وشغلوا باللغات الأجنبية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة العبرية ولم يأمر الصحابة كلهم. أما اليوم فشغل بها الشباب المسلم إلا من رحم الله، وأصبحت اللغة العربية مهجورة، وأصبحت اللغة العربية لا تدرس إلا للاختبار، وبعد الاختبار تصير نسيا منسيا. واعلم أيها الطالب أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، ومشابهتهم تزيد العقل والخلق والدين، فإن النفس اللغة العربية من الدين. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهو يقول أيضا رحمه الله: ومعلوم من الدين أن تعلم اللغة العربية وتعليمها فرض على الكفاية. إذن فنصيحتي لطلبة العلم النافع الذين لم يفتنوا بالشهادات أن يقبلوا على تعلم اللغة العربية والاهتمام بالدعوة إلى دراستها بإتقان واحتساب الأجر والثواب عند الله. والطالب الذي يكون قويا في اللغة العربية تسهل عليه بقية العلوم بإذن الله. أقصر كلمتي هنا، وأريد أن أضيف إليها كلمة الشكر والتقدير، فأشكر لربي جل ثناؤه وتقدست أسماؤه أن حبب إلينا العلم ويسر لنا سبله، ورزقنا تلقيه على أيدي أهله وفق منهج أهل السنة والجماعة أي سلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. ومن تمام شكره سبحانه وتعالى أن أشكر لأهل الفضل فضلهم وجهودهم وأن أعرف لهم حقهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أشكر لوالدي فأشكر بعد الله لوالدي وشيخي العلامة الذي يعد علما من أعلام الدعوة السلفية في هذا العصر، وكفى بذكر اسمه عن ذكر فضائله: ما كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمس ليس فيها كلام. وأشكر شيخي أعني ابن حرصي أعاد النور بعد الاقتراب، فأصبح شيخنا المذكور نورا ومن عاداه سود كالغراب، مع أني أعلم أنه لا يحب المدح حفظه الله، فحفظ الله شيخي وبارك في علمه وعمره وفي الختام فالفضل في هذا لله أولا ثم له ثانيا. وفي الختام لا أنسى أساتذة الأعزاء، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما سنعي والكين مسيح عبد الله، فعلا كلمات كي نوجيذين هين أرديدة وكلمات تعقيب مضن وإن بلو ما أرتي وحيال بلو أنك فهمينه، لكن وقتي أنا سامحين حان ويري أرديقا لبات وسيرا وعرضن طونا
بلاغة اللغة العربية وأسرارها الأخ محمد عثمان. الأخ محمد عثمان بلاغة اللغة العربية كلمة كسابسا بلاغة اللغة العربية يوم أرتي سرها كتوغن ألفا ديرة أيو إنسو جين دونا والكين محمد عثمان. الحمد لله الذي جعل السماء سقفا محفوظا وفرش لنا الأرض فراشا وجعل اللغة العربية مختارة من بين اللغات. أما بعد أيها الناس، تقبلوا مني سلاما تأتي من عروق قلبي وتحمل إليكم تقديرا واحتراما، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، بلاغة اللغة العربية موضوع هائل عملاق، ونقتبس منه شيئا بقدر الإمكان. أولا، فإن الله سبحانه وتعالى كرر لفظ العربية في القرآن الكريم 11 مرة، وعلل فصاحة القرآن وبلاغته بأنه لسان عربي مبين. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. ولهاتين الآيتين دلالة واضحة على بلاغة اللغة العربية وفضلها عن سائر اللغات. ثانيا، للعربية فنون وقواعد قديمة وحديثة تحمي اللغة نفسها بنفسها، فمنها النحو والصرف والأدب والعروض وغيرها، وكل فن من هذه الفنون له جانب خاص من جوانب اللغة يهتم به، كالنحو التي تعمل برعاية وتحسين أواخر الكلمات. ثالثا، الأمر الذي يستحق أن نتذكر به ونتنبه أن لهذه اللغة فن اسمه اسم موضوعنا هذا، وهو فن البلاغة بأقسامه الثلاثة الذي استخدم الطرق والأساليب الحلوة لتبيين استعمالات هذه اللغة، كالتورية والتشبيه والطلاق والسجع والاقتباس والجناس والاستعارة والكناية وغيرها من المحسنات الأخرى. وكل هذا يدل على بلاغة اللغة العربية وفصاحتها. هذا وبالله التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير الله محمد عثمان. برنامج كان سوء نجح يبانات وفرح سنة وركو شيخينا انتو ينو يري وتيبين اي مردو بيهد با مركا الله و إلهي سبحانه وتعالى بفضله ومنه سيام فضله كله إنه إلهي سبحانه وتعالى مارتي مددا كوبن تعلين تاسي قيمها كسوب حي برنامجك أنو سي مارتي سي بلارتنا ورجينا إن شاء الله تعالى مركا دي رقي ددك علماء صوح بري أو مددا سنتك لسو ودي أو سيحو صوب بري قار كمد بعض فضاء تدريس كدريس وكجره دكتور مختار دونتو دكتور يوسف يرو عريس مركا إن شاء الله تعالى محانسين نيابة عنهم جميعا الله شيخ مختار دونتو كلمة ومارتي نسوكو دون بإذن الله تعالى. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحنسول وين هيا ولا الله مرتدى ما أنت مرتدى نوعا علماء يا ملاحظة ككوبا ينسول وين هيا ما أنت اسكويمات كان واسكويمات آد وقيمة بضن ومجالس الذكر يا كمدة جالس الذكر يا إلهي سبحانه وتعالى دين تي سلوك ريولة يا كمدة وحانا إسكال يا رقاس تخرجي معهد كا تخرجي قيبتا اللغة سنة كسوغة دي اللغة برشادة مركا أرتوا نوها المبليين إنا رقا عيقا اللغة سنة كسوغة دي هذا التخرجي معهد كا يقيبتا اللغة دنا وأها بلو يرجع وجوه ري كبح حقيبة اللغة وأنهم بليننا وحنذين لنا هاي
هنيئا لكم على التخرج يعني ومارت يكون بلينينا تخرج كتخرج جيسان إيو إنجاز كأت سميسين إيو تضحية ذا إيو وقت جينا إن بدنو كمدة أت صهرتين أو أت كوب بحسين وحبرش ذا إيو دلال كإيرات كهيد إيو سداد معلمين تيو لا تفعل جيسين أو مارتي أت وجود لكم نقولين أو أت مارت حضور كي وجود دلال جيسين وأنا إذا نكون بلينينا وحان كلا أمارت إن شاء الله تعالى إذا نكون هم بلينا هنا مركز دار العلوم إلى النصب شقتان هي المركز كان وحكم دي هاي مراكز موارقة مراكز بركيسن إلهي بركي سبحانه وتعالى الدعوة مجالا ملوين كهيسا يكجرا سادرات مركز وأدمارت وحاك لو مارت مانت الشرف إذينا ومارت شرف إذينا إلى مركز كات كتخرجتان وأتكبح ذان وشرف بإذين تهي مركز وحايدين لنا هي إن شاء الله تعالى علمي واد بلوضين فراد قابتين فراها إنا تسي ودان أي تهي لقد عربي إي أهمية دي إيو مدنان تأي لها هي وأدمغليسين أرضدي إيو رقي ماشا كتخرجي يعني يا مدنان تي إلى ذا اللغة داس يا سيدي أقيم بدن تهي واد مقاشين مركا ما أحد كان مرتي برامج تلغولي وأما مرتي منهج كالغولي ومنهج قوية حق اللغة ومنهج أدو قوية ومنهج كي جامعة الإمام جامعة الإمام قيمة اللغة اللغو برتال الغولية ومنهج أدو قوي أدو قيمة بدن إي أرضيقا هديء فرصة بدن توهل ومرتي وأدو قد داله وحاول وكجاره هيو مسيرة دي سعلم جا وكجاره هيو مالسر وكجاره هيو سادرات ده وحنيدير هجينينا إن شاء الله تعالى يعني مارتي مسيرة علمية وناكسن بنيدير مارتي هجينينا وحنا نكشكرينا إن شاء الله تعالى يعني وحاول يا شيخه مركز كأساسي مارتي رئيس كا مركز سود ويل بارك الله فيكم انت سيكلمة دي دكتور وبالله التوفيق جزاك الله خير دكتور مختار ما تسيني هاي إن شاء الله في المستقبل حرجين أبا حرت أنتي تعبيرت اللغة صفة عن إتقانيان إن شاء الله تعالى حتى حلقات كين عادي مساجد أفعل بالقول أخيو وفي صومال قبنت لقيت عيب بإذن الله تعالى مشا ولا هيكسن دونا إلا كتر لقى هنا وحبذا مسح مناي واللغة تكلم كين وحدة مسح مناي إلا لقى يو لغة ميركستا لو هذي حفلاتك تدريسك مساجد مدرسة ميركستا سال الله يربينا تعالى حينوجوا رجع خياره علماء تعدينا ومارتي وقتي وصهوري إني مارتي نقص وبقاتان حفلة قيمها بدن ولا له هذا مارتي تخرجها يو يعنيها أقرب وحيان ومارتي وعمل خير وإنما العمل بالنيات فد مارتي الحركة سيف دان أجيب أوصل ربينا تعالى مرك كلمات يروك وون أو two two three three minutes إني سلامان dadkii ardayda ahaa ayaan siin doona waxaan ka bilaabi walaalkay Sheikh Hussein Khalif Maulid oo amartay qayimka madrasada Sumaya waa in aan wala ka saysan shafaayta fadlan mashkuura billahi ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin thumma salatu wa salamu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi subhanahu wa ta'ala ya mahadsan marka koowaad marka labaadna waxaan ku mahadinaynaa oo mahadnaqayna walaalaha oo Sheikh Abdirahmaan raiska u yahay oo markaskan asaaseen ama gacanta ku hayaan marka xigtana waxaan leeyahay ardaydii halka ka taxrujtay aad iyo aad baan idin ku bogaadinaynaa waan idin taaniyadeynaynaa Rabbi subhanahu wa ta'ala waxaan idin ka bareynaa inuu barakeeyo cilmiga aad halka ka barateen wadada aad qaadeenna oo idin fududeeyo kulli Sheikh Abdullah baa ugu bilaabay warkii laakiin culimadeedii baa halka fadhida arka wixii waraa iyaga nooga tageyna aad iyo aad baan u mahadsantiin warkeed intaas aan ku koobay jazakumullahu khayran jazakallahu khayr waxaan ku xujeynaa sheekhana Abdulwahab Yusuf Doone falayta fadal shukura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa wala ma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أول وقبل كل شيء نشكر الله سبحانه وتعالى وارك الله رياه بكشكرنا سبحانه وتعالى أولا وآخرا مركا لبعضنا
waxaan ku shukrinaynaa raggan culimada ah oo walaalkeen Sheekh Cabdiraxmaan Wareeriisa loo xeer doktorka markaska iyo shaqada uu ka qabtay. Marka labaadna waxaan ku shukrinaynaa insha Allah ta'ala ardadan lafto shukriye mudan yihiin meesha soo xaadireen ardada ka noqdeen qaar takhrujeen qaar takhrujinbo hadalena waa mahadsantiin shukran lakum nimanka hadda baxayna waa u tahniinaynaa insha Allah ta'ala iyagana waa hambalyaan leenahay sheekhana Cabdiwahaab runtii muxuu kamid yahay dadka ducada ee culimada iyo abayaasha noo ah oo marka sadar culuum mar waliba garab taagan iyo markastaan u baahanaba inoo imaado aad ugu mahadsan yahay insha Allah ta'ala asagana ilaahay miisaan xasanaatiya ku daro waxii horta loo lamaartay loo dhafraadkeesto dheef baa laga gaaraa Sheekh Cabdiraxmaan iyo culimadeena kalaba in badan bay dadaaleen dheeftana way gaareen aakhir adoon aakhirna u rajeynaa insha Allah ta'ala inay gaaraan intaas oo maartay culimada oo maanta noor fadhido waxay ku leeyihiin maarta qayb weyn door weyn ay ka ciyaareen ana maxay xasuustaa 1998 Sheekh Cabdiraxmaan oo akhriyay Trimidi sanad Trimidi ama uniformka jareeb qabaan soo mar jiray oo wax ka dafan jiray marka intaas oo dhan arkay maartay way soo bixin insha Allah ta'ala fi maartay maxayna wixii sheekha Al-Fadhil Al-Walid Maxamed Salaad oo asagana in badan marka soo xafad qabno iyo marka san u baahanay meel dheer noo imaado oo na kamid maartay culimada ducada daawadan salafiyada in badan aad u soo xamaartay oo wax badan ka soo ciyaaray jazaakallahu khayran hasu dhawada sheekh Maxamed Salaad جزاكم الله خير بسم الله الحمد لله والصلاة لله والصلاة والسلام على رسول الله رنتي وان هضلا لو ما هضلا هذاك ما حكى دمان بالله الله هضلا رنتي وحن انا عند الين ولا لين علماء ايغو ريين ايا كو هضلين كلي دنا كلا يرجيسنيا دليرا اردد اه او ميشن مانتا نو سو جيديين فعاليات كاس كلا ددوان marka dambe waxaa la sheegay hal sano inay akhrisanayeen marka mid ayay imbihaar iyo tacajub bay u dhalisay hal sano ila inta ay ilmahan ay gaareen masha Allah tabaarakallah waxay u dhigmaan runtii kulliyad 4 sano la akhrisanayay rag ka baxe ee u dhigmaan Allah ta'ala wa tarju wa arju ila noqoto martay mahalla marta nadirin ina martay la fiiriyo oo la sheeg insha Allah marka hima caaliya wa khasab hima caaliya laan meel lama gaaro taasna patin shotka hima caaliya ardayda maxaa loo baahay maanta si himada ay u hayaan ay u sii wadaan ka cajisin Imaam Shaafici wuxuu kaga faayiq noqday dadka aqraantiisa ah himadiisa caaliyada Imaam kastaana waa noocaas smart marka xayno imaaday kabiirka xirta noo imaaday Sheikh Haajir iyo walaalkeen Sheikh Maxamed Saaq Maxamed Cabdullaahi oo asagana ducada ku xiran markaska marka waxaan rabaa inaan siiyo hal daqiiqo oo salaam insha Allah ta'ala saxaabta ay salaaman kadibna aan Sheekh Cabdiraxmaan ku wareejiyo oo marka barnaamijka uu soo gaarayo bidin Allah ta'ala marka Sheekh Saaq kabiirka ino dambeeyay asagoo kabiirkii harta insha Allah ay bismillaah alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum bi ihsaan ila yawmiddiin ma ba'd walaalaha waan salaami dhamaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh markaska dhaqdhaqaaqa iyo juhuud ay bixinayaan waan ognahay Ilaahay maxaan ka rajaynaynaa keen mira dhalay oo laga faa'iideysto inuu Ilaahay ka dhigo inta ka shaqeysay nooc ay uga shaqeysana ajr Allah ka siiyo marka aniga ma sii dheereynay maxaan leenahay aan ku qatayni shukran wa mahasantihin assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh culimada iyo maratay walaalaha meesha fadhan iyo sheekhiga waa idin salaamayaa walaalkeen Sheekh Salaad muxuu ahaay waxaan u sheegayaa macnaha Sheekh Maxamed Maasha Allahu Ta'ala meeshan ana waxaan ka mid ahay xirta waa maqliisa xirta kabiirkooda walaalahaadka marka insha Allahu Ta'ala xirtaas fadhigan ka mid ahaana insha Allahu Ta'ala meeshan ilaa 25 kitaab hadii adab mufradka u dambiyaad socda lagu daro ayaan ugu dhamaatay umad sitana mar buu sheekhnu u dhameeyay markii labaadna hadda wuxuu marayaa sahay muslim marka insha Allah ta'ala ilaahay ajra ka siiyo jannadiisana maarta insha Allah jannatul firdaws ala Allah maarha ku awal mariyo taa umana anaga ducada umaad yaan maartay anaga insha Allah inaan dadaalno ma rajaynayna
marka markaskan hadii waa markaska aad arkaysaan waxa uu soo saaray ama culimada joogto marka insha Allah ta'ala waan idin salaamay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wuu mahadsan yahay sheekh haajir markan waxaan ku wareejiyay mikrofoonka sheekh al-faadil shaad raxmaan oo barnaamijka inuu daadihiinta rabbi ilaahi tacaala marka soo dhawaado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله صلى الله وسلم على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد علماء كسوق يبقى شيء حفلة ده وزير ك يسيروا طلبة العلم جاي علماء كله كله دوان قبلها قيها بدن أرضها لما أنتي نرتوا ما سنتين وحفلات ده مقلسين ولا بشيء كي أرضي ما وش كي سي سفي عن وجه هذا شيء ولو بدأ أنا ده وينه قرحيانه دي رجالين بدن هي جوهر بدن بين ناس مين مركز كمكا أدب اللي هو حرني هاي أنا ولا هو ورقبة هنا كسر العرينا مركز وحواء ما بهنا حال هذه سكر الدون هي مركز كأوضة وحارنتي حصوص مدن حفلتنا حفلتي كوكتي هل كان كدا هذي كتاب كيودن بي حفلتا لوختي مي هو ها منطقة الأخبار صامهم ولماذا كسر قبل شيء عكمل شيخنا شيخ محمد صلاة حيري قف كمسلم كمرك قار كلمة هذا الكأوي له هذا حلقي على إنه نقطة إلهام من الله سبحانه وتعالى إلهام من الله شيخ ما أنت أسوحوني لشيخ محمد صلاة حيري والشيخ يجيها ما يشم حربا إيه نقطة جامعات سوزان من مغرب شيخ جد كي أعطكو هذا الشيء هذا تأويل الرياية من قبله قد جعلها ربي حقا وده بيه هيسا والله ما أنت حتى بشر أنت قدر وحاب الله وضي مدرسة ابتدائية يا قبل الله بطي ما هذا اللغة العربية نواها واكلمة تخرجها قرار المعهد كاللغة العربية دكتور لما أنت هذا وحي سجلين ثانوي قسم ثانوي ودكتور هاي مستواه ورمتي وكوكا صانع هذا نقطة حلقة دي يكتبت علمي هي الأخرسان لها وجامعات كما حتى نوع أخرين إيا اللغة العربية هذا نقطة رجل لي رجل حرطة علمي لحن بارسان كيه يكاد من تها إن تراكيبتي إيو مفرداتي إيو جمل كي لسكو حرو وعرب كي لفوره انتها أكلمنت إن اللغة العربية مع كبر تاساس وجدوا هاد يقونتي إيو وحبر الشيء ويوتين إسلام مركز أنا والراعي راعي أن ذي مدى يمنا هجتا تعليمي جاي أكاديمي هذا الحلال بعض إن ثانوي الهرة سيعرضوا الجامعات أيو قران إن شوت كات أن كل لغنا ونراها جامعات سكاد أنت ماشي مركو ورا معت قراءة حلقتك أخيرا يني أنا أنا وين وقت كاتي أنا ورمتي كور هاينا جامعات وحيت هاي يمنا هج كيدا هي سلسلة تعليمية الله صومرة الوجارة إن جامعات أرضي أوجلا مركز مصداقية يعني أنا هلا هو مركز تكون هذا مركز كرر شيرة يا سلسلة تعليم جاي لو ترى جاي إن ما عاد لغة عربي ابتدائي ولا ورا ما عاد كاس وأدق ما دبلوم وسيط إن كدب أي قيد ثانوي قاطم ثانوي أكدب من أي جامعات أي جامعات دجلان مركز إن شاء الله تعالى قيد ترد ثانوي ذا وبالله بدوران منهج كي دكتور صالح المنجد ورنتي أدي أدو قيم بدن ومقرر قيم بدن وموخصة وأدو أنا أكسب أنا كل بالله بينا إن شاء الله تعالى تسجيل كذا وادعي بالرابيش كاسمك وحون غصي وضع إنه ورنتي أن كل ترقلين تخديد بيما أنا سمعين إلهي أمو بركي ونساري إن أمسان سعوني أنا وجامعة أحتاجن إنا أركي دونه لو جامعة أحتاجن إنا أركي دونه مركا إلهي بركي دي سويان ونا بركي هي ما جهدي هي دلال هي تخديد هي فكر بير وكبح إن ماشي مجر ترونتي أنا مرك قار وحيالي اسكا مارا تيسي كوبان وانا اسكا بلاوني وانا آدو حبران بأغو بحينين يا وحاركا وحيو اسكا نقنا يا وحقي ينبالان ودتك أمانا يا نوليه وحفي عبو بن غيبة مركا وذاك في ذات الإلهي وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعين وإلهي الدون إلهي بركينا يا والله غالب على أمره
إذن كان آد يا آد بينك شكرنا يا إخواني سيدا آد نوغ دي رجريسان نوغ ربتاغن تيهين هورو صعود كان آد مروا بابا نوغو سي دفعين إيسان رقا ميشا مجعيي أساتي دادا دكاترا دا جامعات كمعلمين تكا منهج كاس قيمها بضان تطبيقينا شكر وين بيليهين وكو شكرينينا وانا كفانينا معايا يلي إلا هلا أرديدي يوم هوها جوي مناسب كها تعليم تعوبة عنتهاي بل مناسبة إيه منهج مناسبة إيه أساتذة مناسبة إيه إدارة مناسبة إيه ددوين قرب تاغن انت هدي لسكو هلا سكو قوف المان دي نجح إيه قوشة وظهر إسابين الله سبحانه وتعالى انت لا ماشي سكو تمت انت وحلقون نجح لها من وقو ريسن لها يا إسدان دونتي مركز جزاكم الله خيرا إدارة مركز ككشا قيسة أنا رمتي ملعا يوضي نمد يداء ذا أمبان وضناي هوش قلت هذا بين مارينبا كشا قيسة أما غيرت تحفيدك أما غيرت المدرسة أما غيرت المعهد كاللغة العربية أما الدراسة عن بعد منهج كحرى جامعة مسجد النبوي الشريف كحرم انت رمتي وعدتك سببت أن نقضي بعد الله القوشر يا نجاحا لقاره مروا البناء إن أنا رأسي سعنه أي تهوسية يا دردارنك هذه آد بدمانتي نمرة سنتين كصغير قرياشة دروس تاني ويسيس عندهم تعب الربا بعد كي لغة عربية قلنا تخرجون ولا ذكره قلنا ما أنت على سوتنا يا قريبتي كوبات وأفرتي مستواهات قريبتي ثانوي هنا واسكرس ونقندو أن إن شاء الله تعالى شكر لكم جميعا الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد علماء لنا الرئيس الشيخ عبد الرحمن وينهي علماء كلا يقيمها بدنك سوق بكلن الشيخ عبد الوهاب الشيخ ساق الشيخ هاجر دكتور كا ديريكتا ريليجيوس افيرز كا كاونتي جوفرمنت يا علماء كلا وين شيخنا نجاح هذا نوغ ايمادي الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد صلاح الشيخ بيغمان بيدد كو يقانن شيخ ناس بدأني أريد إسأله ليه أبي بانك وينا والله الله بحياة في إنجليزك بيجمان والله قف آد وبلعرن أقوين مركب بدأني تيسن والله ركتن مركب كل يدين عكلا لول جودان ملين يا أردادي ماشان إسكوني ميت نو بحنا يسي قطبوين كي كلك دوانا آد وانا أكسنا هوين كينا ما موين كينا يكبدها يكنك سوقي بكلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام انتهين مانتا ومالين آدو شرف بغل كولونيا بغم باكار دعان الدونك يمغالي دي النمبا وكالة دوان كان واكي او شرف بغلنا او قيمة بغلنا مركب حنق رجيني نا إلهي انو دب انداف نوسيو انت هدف فرد دي اكو سم رئيسي انت كسوقي بكشيب مركب لالي الاد بغم هسنتين طلبات قد بوي انكي كالدونة اندقى سنيني وأحرم قلبي أن أدو جلعيان بهايين حنو مالين حفلة دي نوغو دن بيسي انتا عن اسكوه ماني حي 2019 وقت هاتا وحنا لجوغي شيخ علي ورد شيخ علي شيخ علي قورو دي ودن تي الله ونحرسته حنو مالين هالكاسان مالين تفديني تدكي كسو قيب قلي يكتابي اي حتفين حنو مالين دارتي وحنكو قياسي دكي يكاسي دح بقل ودارتي يدهي دقلين يقلين جبناين وأول بو عن أنت مرانا جيت كمان أنا أدو مراي هو أنت عندكنا هاي مرقتيا أفرت ساعة يوقتي كسو دريرة يعني علماء أنت كو أخرستان كتاب وشيخ هاجر وكميدي هاي أدبر أو فرحنا وهاي اللي بقول الله بارك أنت مري كنت نروح على المرجد كسل جويني ووحن اللي كرم أمدعينا مرك أنت ما ينام مرك مركز كن الله بركيو ومركزيا أدو وين جارس تعلم أنت وشيخ كوضو ملكستون أننا نشوف شيخ دكتور كا أنت عاد وترينا الشيخ ونرى أي وشقد عيده ونكون أنت تحفيز هذا بلان بلا سب كونتي كفرا إلا سدح توم ويدني ما أمنا مدرسوين كان إلا الله يتون أنت بوتجاي شقد أنا أيضا بانك صعوتا دتك هذا واحد برا يانا وادتك أنت كبحي يا سق واحد برا بهذا مش عيده كودي دعوة كف ديان كلي لرعيها كلام سدح ما فيلا يا فافي لك ديرة ندب إلا إجارة يا مقالة نحدي هذا مرك شيخة وندعينا الله بركيه أمريكي سنة الله وبركيه إلهي حيت فيه مركز الشيخ آدي آد بعد نقوم هذا لنا تنقل علمي سدح تير بوليه هاي
سدح ذات تير هدان تدالنو مقالة دينا نخمتي وقال أبي أو أماران دادك ميلاحك لكا كإمادو حتى من دير أي وجير دادك إمادة إلا سيولو إلا نيروب أي مسلمين تي بدي بحي داها يمحو سو قور رمنا مقالة دان قارس وحي قبان أما إيكا أركين تعلين تدين تي أي قارس تالا يمد دونجد إسقول له إلا بابا إسكو دو إلسكو كيناي مال ساسو كالي أو نعاسو كالي أدون كمجر تيدان حتى نمان إنجريس كي لغا سوهلان kuwa maraykanka oo hadda meelahan boola sagaar ay meel badan dhisteen ma arkay oo ku dhahata xasaaska soo celiyeen iyo arrinta ay ku fiirinayaan ee markasiyaha noocan oo kale oo eegan internetka ay ka arkaan marka arrinta ayada ilaahay baa noo fidiyay waa arrin ilaahay nasiyo nimcay ina ilaahay ku shukrina weeyo ila nimcada ayada ilaahay lagu shukrin waayo way tagi marka waa nimcada lagu shukriyo amaan weyn baan ku leenahay arrinta ayada aan iska garabsanno marka saddexda tiir ee tacliinta ay leedahay waa wasaasiga ilmaha dhaleen oo la rabay inay dadaalaan ardadii oo iyagana rabay inay soo xaaldiraan iyo macalinkii waa sidan roo waqti walba inuu taagnaado ilmihii uu wax baro marka saddexda hadday shirkoobaan oo heshiiyaan tacliintii way soconaysaa xog bayna yeelanaysaa dadaalka isaga ahaa anaa dadaalkan oo kala soo baxay hadda maanta soo baxay ilan shay kasta oo la bilaabo natiijadiis waa wixii ka soo baxay sida hadda ardadii meesha noo akhrinaysa marka sanadkii lasoo dhaafay dadaalkii la geliyey lugada carabiga ee ardada ay baranayeen dadaalkeedii waa midii aan arkaynay ee iyaga ay akhrinayeen marka taasaa tusaysaa ilan shay kasta risaalad uu leeyahy waxaa imtixaanka loo sameyn ilmaha class 4 class 3 class 8 ay dowladda leedahay hal la sameeyo ama kcc hal la sameeyo ama degree baa la qaadan waxaa weeye wixii ruuxi la barayay natiijadii kasoo baxday in la helo haddii ilmihii uu baasi waayo ilan waxaa weeye dadaalkii isaga ahaa weli ma mara dhalin mirihiisa lama arkin marka hadda caruurta inta istaageen dhalinyaradaha caruur meel rag weyn bay ahayeen oo culume iga raalli ahdaan waxay qur-aan qodbooyinka inoo bixinayeen waxay jawaab soo celinaysay dadaalka meeshan yaallay jawaabtiisii bay ahayd oo ina tusaayeen marka tiina waan aragnay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan sheekh kuu sheegay annaka garbaan ku nahay intaanada awal horeba aan isla soconay iyo inta kale madaxdeena waan u yeeraynaa markaskan markii la dhisaayay qeyb weyn bay madaxda ka qaateen khayr allaha siiyo dad badan baa waqtiga iyada ahayd ee gurigan garoofada la dhisaayay darsooyin badan bay ahay maamul harambeeda loo sameeyey juhdi badan baa la muujiyey marka haddana kii oo kale marka uun muddo la gaaro haddana inaan isku dayno oo ilan qofko ma samayn karo shaqadaas oo kale videoyahan la duubay inaa dadka iyakaha inay inboxka loo wada geliyo oo la duubo oo ay arkaan xoolahoodii muxsiniinta ay la baxeen waqtiga iyada ahayd ee faarreysinyaa la sameynayay wixii ka soo baxay qofka markuu arko wuu farxayaa wixii inuu sii ziyaadiyo isku dayay ayaga naftooda waqti xafladda keli aan ahayn oo ayaga keli aan ugu talagalnay oon waxbana laga rabin oon xaflad u sameyno hoteel u kareyna inta keenna oon u yeerna keli inay arkaan dadaalkii beriga iyada la muujiyey waxaanaa ka soo baxay haddana muddo kale marka xoogaa la joogo haddii loo yeero oo shaqadii oo kale haddana loo baahan yahay la dhaho ilan wuu arkay qofka wixii ka soo baxay beecshare markaad gasho oo becsharada aad samaynayso ood gaari soo gado ood jidka geliso ilan galab walbo haduu mataatu a halii faa'iidada ay baa lagu tirin marka dadaalkii iyo lacagtii la geliyay wixii ka soo baxay baa kitaabka ku qoran bishan boqol kun buu keenay bisha kale intaas uu keenay say u socoto marka gaari kale haddii haddana ku daro niyadii baad helaysaa haddii kii isaga ah uu khasaarana kin ha iga ekaa dhiyo isaga baabad iibina waa daba tiri becsharada waa sidaas marka qofka hadduu arko dadaalkii iyo maalkii uu geliyey natiijadan ayada shaqadii uu geliyey oo sidan oo kale oga soo baxday beri wax kastoo ku bixin lagu ku bixinayaa marka iyagana waqtigoodna aan isku dayna xaflad deerta cashaha hata maqadaha hata u samayno annahna wixii aada samayseen shaqadan u dhalay halkoo ruux baaba intuu videoyihii soo qaado kombyuter la geliyo beryahan derbigan odil baa la gelin karaa waxa la dhahan projecta waad ogtihiin yaa loo akhrin karaa sida seminaagii inta koos ee lagu barto inta arday ee ka aflaxday sawirkoodii certificateyahoodii wuxuu adigu qofka hadii loo sharxo alilah wuu arkayaa natiijadii ka soo baxday dadaalka isaga ahaye uu sameeyey marka dadkeen muslimiinta ee weliba soomaaliya khayr allaha siiyo meel ay adduunka joogaan ba muxsiniin wey waa arkeen hadda masaajidyaha ha laga dhisay south c kan south b laga dhisay ku hadda waxaa jira laga dhisaya isagana westlands dheer dhow la furay ku kale waxaa laga dhisaya kalaleshwa markaad aragta dhulkii dadka gaalada u xirnaa markay soomaalida gashay khayrka iyo wanaagga dadka muslimiinta ay samaynayaan ee soomaalida muxsiniinta iyo dhaqaalaha ay ku bixinayaan diinta aad bay uga fiican yihiin qabiilaha kale markaad si u fiiriso hataa dadka kale way kuntaan marka insha allah waan dadaalaynaa
dadka kale ee madaxda iyo beeshiraleedina waan soo dhaweynayna, waan doonaynaa waqtigii la gaarona loo baado. Marka diintana garab aan u wada noqono, waa xilna saaran, waa waajib, wax qofka lagu barbaryaayo ma aha. Ilaan dacwadii baa inta ka socotaa, kitaabkii qur-aanka ahaa ummadda inta lagu barayaa. Waa arrinta ilaahay nafareen liyaquu anfusakum wa ahliikum naara. Nin kasta waajib baa ka saaran ehelkiisa inuu naar ka badbaadiyo. Ehel baa naga wada saaran ummaddan. Sheekh aad wax baraysaan iyo culummadana waa ehelkiini. Waa ayadda iyada ahayd bay ku tafsiiran tahay inaan ehelkeeni aan badbaadinno miyi magaalaba oonan garab iskugu noqono. Taa iyada waajib baa naga saaran. Marka waxaan u malayn waan soo gaabayna. Culummad badanna fadhi safar bay u joodaan oo arrimaar wanaagsan bay u joodaan, safar dheer bay u joodaan. Sheekh iyo doctorka iyo culumo kale, ani naftayda Sheekh Yaquub iyo niman baa meel igu sugayeen oo sidan oo kale ikana xaflad iyo qabiin oo rabeen inaan u furo safartana ku jiraan oo culummadan ayada hadda ikana telefoon aad igu dhibayaan. Marka waxyaal markii la bilaabo ardada la siinaaday fasaxdaan baan idinka codsani rusqa. Marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Umaasan yahay saacad alwasiir. Runtii waa in madaxo maartay markastaada garab taagaan oo ma imaado. Marka waxaan ku dhamaynaynaa kalimatu shukri, vote of thanks to Mr. Sheikh Hassan Sheikh Ali Cabdisamed Bigman. Marka bacd the vote of thanks na insha allahu tacala aan u duceeyo. Sheikh Hassan, waxaan hilmaamay waqti baan iskula jirnay guddiga madaxweyne uu bixiyey oo musuqmaasuqa la dagaala waddankan Kenya. Yaani muddo yaan waqti iskula jirnay. Marka ayaamaha qaarkood waxaa dhacday, waxaa la tegay state house, waxaa madaxweyne ka ahaa waqti ayada waddanka Kibaki. Marka nimankii boorka ahaa, dadkii microphone la siiyey ee isku afgaranay in la siiyo waqti asaga inuu hadlo dheer la siiyo ku jiray. Marka waqtiga ayada ahayd buu ka hadlay arrinta dacwada iyo sidii musuq maasuqa lagala dagaalaa wuxuu dacwada la isticmaalaya. Gaaladii way yaabeen hata madaxweynaha ku jiro. Gaaladii oo idil markii aan soo baxnay waxay dheheen ninkan sidan gees uga ah madaxweynaha la soo islaan oo diinta kula dagaal musuq maasuqa intay ka keenteen waddankan muu joogin meel kale meel ka keenteen. Marka khayr allah siiyo. Marka sheekha aad buu u dadaalay arrinta iyada. Hadda waan xasuustaa videogeeda waan isoo diri doonaa biidnillahi alkariim. Asalaamu calaykum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد مرتدى شرفت له ونوغ إماتي كونتي مشموع عيسى يرو باسترال فريند مشموع دكتور دبر سيغنى ننفي عن إيه دكتور دبر الدين تأيوكو سابسين يهي وحل سارين يهي. مركي ونوغ موسود هي يعني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. على الحقيقة وحيال بدن وقبلنا كوكور قبين وننكا كور قبا وما هتسن يهي مركب وكم ما هتسنت هي. جزاك الله خير الجزاء. أنا يعني وما قعكو هاللايو أرديدة وحفلة ما أرتي يعني ومهم كه نفاس إلى جسي وما قعوا لجسي رئيس الطلبة يعني أرديدة يعني ما أتني ووكيل كه وحن مهد كلو علني وحوى علم ضايني وكتابها نو آخر شيء ورق ما أرتي يعني تفحترا وشقد ذك الصوب حين وماشي عن كمر لهين شو السنة عن كمر لهين شن بلو بكمريين وهي مهد سنيهين حاك لو مهد سن برنامج كان شيخ أو ما أرتمد حوقه ورئيس أو دعوته عاد وحن أم لينا أنا يعني أنت أنسو سعودي شعب عبد الرحمن خير الله هسيو الله نوع عافي إن شاء الله عمر غير أو عبادة له جنة فردوس الله هسيو ماشان أيو بيس أبقري سكاني ماشان ما توينو شغين هيسا. وكا شيخ وحاوي رئيس المركز رئيس دعوة وين وضع إن شاء الله. مركا أنا كوان كو كمان هي هل كشي عنده وحاوي إنجليزي على هلا مدبر أنكو سوجري وانا حقيقة هذا ما كان في رسول علوق الله بس أنا ناصر اللي جيني علوق سيدين سنة برايمر اللي جيني أفر سنة سكندري اللي جيني أفر إتوماس سنة ما كان يسوق لماته وحدي لا دهالسين يعني هو ما أرتي يعني بدل كده تكو هذا في الدين تولو كوري خوفك شرف بوكو يلاني خوفك حتى عند امتحان كده أجر بوليه هاي تا
تو حاوى أجر الله ماله دين والوسي أفر إتوه سنة ماله دوك عيسى ماله جنبا كدعى جام كماش لوك فري لها وماش شعب الرحمن مركب وحينا عسنا إن ماش أنت لا أيده خاصة يا خاصة ماش وينو يرتاي مركز كنا وحال ربع جامعة تين قتال ربع وحاله فكرة the coming 1000 كون لابا كون سدح كون وصل لقى سي فكرة هذا اللي جو يسا سنرجين هنا إن شاء الله قلنا ما أرتدي بنا ما هيو حنا عصنا هنا كاونتي كان كعصنا هنا وهذا يصير طول كرت الألب أسوق قد بين هنا إلى لابا كون أكرنا لسي حنا نقول ما شو وين هي وحاول كينيا مركز سدح مالو دكتو سوماليا دكان مال almost 25% مكي أفر مالو دكتو مال بان دكان مركز وحال ربا بس كم ماشي اللي هو هاي لها أي لو بهي هي مركز نقول كاوين أنت نهلنا وقول كان مركا فإذا أيوما أرتلحاني وحيالا بدلنا والو أخريني وحان هدرا لهال الربا وانتهنية ما أرت أدير الربا أردي دي ونجاه الرئيسي وهدي يعني ما أرت شعاري غادان هايون وإيكا نجاه الرئيين أيكا عن كود دي أنهينو ويسود در درين در در كي أنه نفتاين وان دبا أرد هينا ما هاد أيا اللي ديهن إن شاء الله مركا وحيالي شيء وحاواي كلمة حاجرة أولاده لا سهولتها لا سهولته مع الإمهال ولا صعوبته مع تكرار مرك التعليم أدقلي سو حوا هدي كتاب أنت تسوق هذا تو ما أنت درس اللي هو آخره أسكت تورته next lesson أت إماته مش هو حوا وحكو فضانة هي مجرو لكن هدي ما أرث يعني أو درس أكعد عليه سيدي ابن حجر تعلمت سو ما أرث يعني أو كيف واي مركو إمادي عالك يكر إمادي عالك مركو كر إمادي إلا شو باي حلقو أركو أو نجح قوي هدي تكرار اللي إماتنا ماشي وحي أغربتي ويكو سور توي وانا سوق قابل هاي وحكو سوق قابلي رسولك عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي وعومه عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية يعني وحي نولد ديارين هايو والدعوة ذا سليم كأه دعوة الجنة ما أرتي أن نقول أن كهرنا إن شاء الله أنا هو معن إن شاء الله مركا وحوى الشقة راسنا وحال كما نل أركو لما تدهن وأنت نحو أدقرت نحو أنا لبرهيا بلاغنا لبرهيا علماء خير الله سي صرفنا لبرهيا وحيلها قرطة تام نقع كل حد أب مقشو وحوين بيكو تري مركا وحوى هذا وحال كما الرسالة ده بلغوا وأمر يعني لو أمر هايو ورسولك يعني عني أوليه أنا تشريفوي ولو آية تسيل ويفير مركا وحال روا أنت وما شفت له وحلو بها هي دعوة أنت لو استاغو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول كما أرتنا حريص أي الله صدر من إذا أركنا يعني وعام يعني ما أرتر سعر ذن أنت سنكسو قبل قبلنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير الجزاء جزاك الله خير قارئنا أخي عبد الرزاق عبد الله آية قرآن وقتم عبد الرزاق موجوده فنعرف المحاه الما ما با the climax مش على الإنترنت توزيع الشهادات هذا رجع عن سكون معنا إنان مع مسلم أرتي عن دبل دجنو يا ربنا إنان ويرنا إن شاء الله تعالى محان كبير الله محمد آدم إبراهيم محمد آدم إبراهيم الشيخ محمد آدم إبراهيم موسى أحمد سويستاك الشيخ موسى أحمد الأخ موسى أحمد عبد الله سويستاك إن شاء الله هذا كان الشيخ محمد هذا إن شاء الله جزاك الله خير إدريس أبايلة أبايلة سجار موسى أوي موسى أوي موسى أحمد سو سوي عن رقصة غير وزير كبوس على مال بوال ربا إيوه إدريس أبايلة إدريس أبايلة سجار موسى صدقك موسى برخل لي عبده أحمد برخل لي عبده أحمد موسى جزاك الله خير إدريس مينك أحمد أيه إدريس أو أيه إدريس
عبد الرحمن علي وادي عبد الرحمن علي وادي عبد القادر هيري بولي الاخ عبد القادر هيري بولي سو استاك هيا شيخ هيا ان شاء الله عبد العزيز بر النور عبد القادر شيخ ما شاء الله محمد عبد الله يونس عبد العزيز دكتور ما شاء الله بارك هاي دكتور ما شاء الله محمود عبد الله يونس محمود عبد الله يونس عبد الرحمن محمد حسين هاي ريبيقال اوكي جزاكم الله خير ها فرصه ان شاء الله جزاكم الله خير والله سبحانه وتعالى علينا هي لما كانت تخرج علمكودا بركيو كل متفع الله كدغو هي مدى عالي ليه ان الله دائم ان شاء الله تعالى الله عبد الرزاق عبد الله محمد الله عبد الرزاق عبد الله محمد جوغا بس قاري كلا عبد الرزاق قوي قاري قران كانوا اخرنا قوي أي ما شاء الله آيات قصيرة إن شاء الله نو رو ختم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ورثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون
وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.